مرحبا شباب، كيف الحال؟ جاي معكم مقطع فيديو جديد، والفيديو اليوم يتكلم عن مشاهد مبالغ فيها بالأفلام الحلقة الثانية. طبعا يا شباب لا حد يخاف، المشاهد ما فيها أي حرق، أنا بس أتكلم لكم عن وجهة نظري للمشهد أنه يكون بالمرة مبالغ فيه يعني ويكون شيء يعني ما يتصدق، يعني عرفتوا كيف؟ فعشان كده ما هعرض لكم بس ثلاث مشاهد من أفلام أنا أشوف أن المشاهد هذه يعني جدا مبالغ فيها. وطبعا هذه الحلقة الثانية، في حلقة أولى راح أحط لكم الرابط حقها تحت الوصف، وخلونا نبدأ. أوكي يا شباب، أول مشهد معانا هو فيلم تشارليز إنجل 2. طبعا في مشهد بداية الفيلم يوروك بطلات الفيلم هم يشردون المنغوليين أو المغوليين، ما نعرف وش أصلهم هذول، ويكونوا قاعدين هاربين يعني في تريلا، وتريلا هذه يجيها صاروخ زي ما انتم شايفين قدامكم الحين، وتطيح التريلا ومحملة فيها هليكوبتر، واحد بطلات الفيلم تروح للهليكوبتر عشان تشغلها ويطيروا وهم طايحين، يعني ما أدري كيف يشغلوا هليكوبتر والسيارة طايحة والهليكوبتر برضو طايحة، يعني شيء بالمرة ما يتصدق، كيف إن الهليكوبتر تتشغل وكيف إنهم يطيروا فيها، يعني هذا بالمرة شيء يعني غريب وشيء بالمرة ما يتصدق، يعني صعب إنك تشوفه بفيلم أكشن، يعني لو كان فيلم أبطال خارقة ممكن، لكن الأفلام الأكشن هذا شيء يكون بالمرة مبالغ فيه، يعني صراحة حتى بالأفلام الهندية ما شفنا الشيء هذا. فهذا كان أول مشهد معانا من فيلم تشارليز إنجل 2. والفيلم الثاني معانا هو فيلم اي تي نسخة 2010. طبعا الفيلم هذا له مسلسل من 4 أجزاء تقريبا او 8 أجزاء. الفيلم فيه مشاهد كثيرة مبالغ فيها زي ما قلت لكم، لكن احد المشاهد اللي من مرة يعني شفتها انا بمبالغ فيها بالمرة هو كان مشهد الدبابة. طبعا رموا دبابة من هليكوبتر او من السيارة من طيارات الجيش العالمية الكبيرة هذه، تطيح الدبابة من فوق، او واحد من الابطال يطلع ويقعد يطخ على الطيارات الباقية وهو يعني ايش جوا الدبابة اللي تطيح من فوق، يعني بالمرة شيء غريب، شوف الدبابة طايحة من فوق والبطل قاعد يطخ كأنه يعني ايش كأنه على الأرض، يعني شيء بالمرة غريب زي ما انتم شايفين قدامكم الحين. فتخيل المشهد هذا لو كان حقيقي، مستحيل ان اي واحد يقدر يطيح من طلع، يعني يطيح من السقوط هذا او الارتفاع هذا ويطلق كذا بالثبات هذا، يعني شيء بالمرة غبي. طبعا هذا الفيلم كان اي تيم عام 2010، وهذا هو المشهد اللي قلت لكم عنه يا شباب. والحين ننتقل للفيلم الاخير. طبعا يا شباب الفيلم الاخير او المشهد الاخير يعني مشهد بالمره مسخره، والفيلم هو فيلم ماشيتي. طبعا ماشيتي الجزء الاول معروف انه فيلم يعني كثير فيه مشاهد مبالغ فيها، وطبعا فيه تقطيع وفيه دم واشياء بالمره غريبه. احد المشاهد الغبيه بالفيلم انه يعني البطل الفيلم اللي هو ماشيتي وهو شارد من المستشفى يقطع بطن واحد ويسحب منها المصير ويرمي حاله من شباك لشباك ثاني، فماني عارف انا كيف المصير انه ايش تحمل انه يعني يطيح من فوق ويتمرجح فيه ويدخل على الطابق الثاني، هذا الشيء مره غبي زي ما انتم شايفين الحين الفيديو قدامكم، يعني شيء مره مبالغ فيه، كيف انه مصير يتحمل انسان لا ويتمرجح فيه وما ينقطع، شيء جدا غبي غبي يا شباب، يعني انتم قولوا لي برايكم يعني هل هذا الشيء ممكن انه يصير ولا لا. المهم يا شباب هذه كانت المشاهد معانا، واتمنى ان ما يكون فيها حرق عليكم، وطبعا ان شاء الله راح اعرض يعني مقاطع ثانيه من نفس النوعيه هذه، لان صراحه انا اشوف يعني شيء مهم ولازم الكل يعني يتفكر فيه شويتين. هنا وصلنا لنهايه الفيديو يا شباب، اتمنى ان الفيديو عجبكم، واتمنى ان المقاطع اللي بالفيديو يعني كانت حلوه وممتعه عليكم. نشوفكم مقطع فيديو جديد، مع السلامه.